السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كلشي بخير لاباس عليكم؟ ما تشوفش على هادو لبستو ما عرفتش علاش، يلاه خدم الناس وبغيت ندخل عرفتش المول كيداير عامر بغيت ترتق يما بلاك فرايدي عامر بغيت ترتق عرفتش قداش شحال وانا طنبور باش نلقى غير البلاصة هادي وليت مستاسيوني ما عاد فين انا. المهم على ندخلو تما تقداو حتى حنايا كاين ما نتقداو ونجيبو شي تركيله وتشوفوا هادشي كيجي يكون واحد الشعشع المعلق على سيدي واحد جوج ثلاثة صفار كطيح الغلة ليمونة زيتونة تفاحة شهدية برقوقة أو دالية انتم مرا مليا وغادي لي وجيت مليا انا راه الشعشع صاحبي شوفوا كاين هي 70 60% ناقص 60% off شوف 60 10 50 كلشي طايح ليه تام انتم مالي ولا باش نفسر لكم انتم هذا دابا 60% ياك 60% بحال دابا الا كان ب 20 ب 60 دولار بيكون بيطيح ل 24 80 دولار بيطيح ل 32 دولار شي ديال الشاص ديالكم على العيال باش نديرو مزيان مع العيال ما يطيحوش الدم تاعهم هانتم هادشي كلشي فيه 60% صاحبي هذا داير 70 دولار يعني 70 دولار بيولي 120 دولار هانتم بالنسبة للكبار فهانتم شوفو مثلا هذا شحال داير 150 دولار شتو 150 زاد 50 300 دولار بين 15 بلاتي لقاو شي حاجه ديال 300 او هذا ب 200 يا زوين بارك الله 200 ويتحب 800 دولار 80 دولار هالكاوما شكرا هذا مدوبل ديالو هذا ب 200 شتو 200 بيتح بيتح ب 40 شتي بيتح ب 40 هنا وطاشاش عرفتي علاش تنزل هنا بعد واحد اللعيبه بعيد المهم داكشي تاع العيالات سليبات دوك الخرابيط شريت ثلاثة تعطيوك ثلاثة فابور حما عقصة واش تندير انا نبيل الله اخو حيس في عينك بولو سيزي سويرر داير تقريبا داير 25 دولار هذا الثمن ديال باش نشوف لك شحال نورمالمون الثمن 70 دولار دابا ديري لي بلاك فرايداي 25 دولار بولو سرع ولو تشاشو المهم غادي نتقدم ان شاء الله تحنا شويه هذا ما بيش هذا عادي هذا عادي حتى هو تقري المهم هذا هي فاشل المهم الله انتم غادي معنا هذا عجبني مخير شتو ولكن المشكل ديالو هو مبقاش ديما ما تلقاش لاطاي ديالي XL XL دبل XL هذا سمول هذا سمول هذا ما بقاش كنلبس سمول انا كاع المهم حتى هو كان فيه الجيل ها لا خصكم تعرفوا على قضية تعمروا هنا غير الأجانب هاك عادي الأمريكان يجي تخدم ولكن
الصبليون اللي هنا العرب منهم انا ولا التخربيق هما اللي معمرين زيد تقداو جيبها فينا حنا ديك النوز. حنا جينا بلاصة الريبوك تشامبيون زينا السروال شحال ديري ليه 50-40% هذا بيتقام 300 درهم 32 دولار تقريبا. بلاصة الليفيس هاي الليفيس سيدي داير شحال هنايا الا كانت تقريبا ب 30 دولار بيتلقاها 17 كان 100 دولار بيتلقاها 64 40% هادو كلهم جينات هنايا. نجينا للتشيكين عندهم كاسكيطة ديال الباكرز داك السروال لقيت هذاك الميديوم ديالو وما صافي هادشي اللي لقيت هنا غادي نمشيو للقنطة اخر. مستر تشيز شحال ديه 349 وفيه 50% فيه 50% انت شوف شوف قلت تشتري البان شوف هذا تاع ناروتو انتما اخر ستور غادي نجري هو كابيلاس هذاك اللي كنشري ديما كاسكيطات منه صافي اخر واحد نزيد فيه حالاتي عرفتي شحال حرقت جامع كاين طول غادي نوريهم شتيهم دوك الجيب تيبانو واعرين ياك شكي صرعو هما صاحبي تيبانو بحال الحقيقيين وارك روح شكي مسرع هذا الشيء راه شحال اجي تنقول بغيت نوري لكم تنقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا هاي جا تاع الوقت الشيء ديما تيديروا الفول فين ما بغيو يديروا شي حاجه صاحبي هادوك لي تما تيبانو بحال بصح ناقصة فاش شنو نوريكم واحد القضية عندهم هاد الطلبة شتي كاع هادوك الناس لي تيتقداو تما شتو شتي تيتقداو تمنمية ستمية هادشي راه كلشي المعلم فري هادشي كلشي العمارة هانتم الشات كان تشاش هادشي الله العظيم تيقول لك بيحاربوا الاجرام فهاد بيحاربوا العنف شوف تبي تجي تحارب شوف 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 شحال باقي صغير وبيشريها انتوما شوف تشاش ديال الاسلحه فهاد القصه كاين غير الرايفل هنايا تيضو تيتخطى باش نوريكم هذا هو شو كيدير ها ما كاين حتى شق شق صعيبين شتي الدباب المحلات انا اخا كاميرا وشوف هذا السيف هذا شفت حتى تدير فيه في الدار عندي جوج ما عمرني رتت لهم البال مش حالة جاي وانا تنجي ندخل نتقدا هنايا ما عمرني رتت لهم البال هادو خاسمين هنا شتو كابيلا كابيلا هاد كولومبيا ما عرفتش الله ما عرفتش
دابا هادو شتي هادشي اللي فيهم هنا شتي باش ما تحتاجش تلبس الحوايج بزاف تحت منهم فهمتي ما تحتاجش تلبس الحوايج بزاف تحت منهم تيكونوا سخان ولكن هادي دايره 100 وهادو دايرين 60 تيبان لي نشد واحد اخر من هادو حيت هادشي بزاف عليا في الخدمه فهمتي سخون بزاف عاد نطيب انا في الخدمه يلاه ملي تنمشي جهه التراكات هما اللي كنحس بالبرد والخيار عيط نحط داك الشيء تنزيد فيه علاش المهم هاد الكري ما عجبنيش غنوري لكم حتى هو يلاه واحد عجبت لا ما عجبنيش حتى هو كولومبيا وداك الشيء ما عجبنيش 60 ولا 50 مزيان سعر الله يكونوا من الداخل ولكن موحى نشري لا غنشري جوج سويتشيرات بارك كافيني الداخل في الخدمة صافي يلاه خرجوا في حالات طرف عليهم الجدرات المال بحال دوك دوك النورد شي عالم ساينتيست ساينتيست مع الطبيلة تنبان ساينتيست بحار عرفت دوك ساينتيست البحار لا تبدا نقلب هذيك ندير ديك امازون لو حاله ما هكم يلاه نمشيو شتا كي داز كتير اللهم بارك ها انتم شوف دخل لهنا تاع شي تصير طب شي نعيسة مزيانة خلاص سيدي نكملو المهم هادشي ملي كتشوفو بحال هادشي هكا كيديرو لهم شتي هادشي يجي كيلو زيت 15 دولار فهمتي وقع الا طاي ديال الكوز غال سير انت بحال دابا راه مال العيال فين كاينين داو دوك الرام ولا راه قدامي تي تي كيلو هذا ما بيش هذا تيعجبوني هاد اللوينات يلا باش نمشيو نتشيكيو دار حتى ونعاود نمشي للكوز عاوتاني صافي خرجنا من داك القند نشوف في حالتنا دابا طرد ان شاء الله ونعاود نتقدم شي شويه وجماعه طوي بس صافي السلام عليكم ورحمه الله المهم راه مشيت تقديت هذاك الشيء وما باقيش صورت طلعوا لي فريوسكم مبروك على المغاربه الله يسر المهم نتمنى على الله يبقى داك الشيء غادي مزيان اسيدي الدراري يلعبوا مزيان الله يسخر قبل ما ننسى بغيتي تنشطو بغيتي تفرحو بغيتي تحتفلو دير راس بلا تحتفلو خذو عبرة من الشمس من الشمس من الجواب نشتو دوك الناس كي دايرين واخا ما بقيتش تنحمل لي زازياتي ولكن خذو العبرة منهم ما كاين ما تشتتو ما تريبو نشطو ليا مع راسكم بلجيكا هاديك المهم الله يسخر تهلاو فلوسكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته